ماشي. في المحاضرة اللي فاتت دي يا جماعة احنا اتكلمنا عن قاعدة اف والفي لوكاب، وصدقوني صدقوني القواعد دي مهمة جدا 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 في الشغل، فمن الافضل انكم تذاكروها على طول. حد ذاكرها يعني، حد يعني ربنا كرمه كده وذاكرها، ولا انا عارف ان الدنيا مشاغلها كتير، بس اللي ذاكرها يعني يحاول يساعدني يعني، فاهمين؟ السلام عليكم. صوت صرصور الحقل. ايه 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 انت سامعني يا اما حاجه؟ سامعين حضرتك يا دكتور؟ لا يا انت دكتور سامعني؟ مع حضرتك. طب تمام. طب تمام. سامعين حضرتك زي الفل. بصوا يا شباب، النهارده انا جاي في حاجه حلوه قوي. تعالوا نعمل كده شير كده ونشوف احنا بنتكلم في ايه. اللينك ده او الشيت ده على طول معانا، الموظفين، بيانات الموظفين، تمام، اللي هو ايه رقم الموظف واسم الموظف والمسمى وهكذا، تمام كده يا شباب؟ الو تمام ونا، بس خليكم معايا يعني بالله عليكم. بصوا المحاضره دي مش هتكون طويله، المحاضره دي هتكون خفيفه ان شاء الله، ما تلاقوش الموضوع هيكون اسهل من كده. دلوقتي مثلا عبد واحد مثلا لو تكرمت مثلا كده وشاركني في الحوار يعني. دلوقتي مثلا احنا عندنا مثلا المسمى الوظيفي والراتب الموظف، تمام. ودلوقتي مثلا وليكن ثواني بس نمسح دي كده، طيب. ودلوقتي مثلا قال لك ايه مثلا، طب بقول لك ايه يا عم محمد، انا عايز اعرف في كام محاسب، وعايز اعرف مجموع مرتباتهم، وعايز اعرف متوسط راتب المحاسب ايه. فاهم يا عبد واحد؟ فاهمين يا شباب؟ يعني انا مثلا عايز اعرف متوسط الراتب بتاع الناس دي ايه، و كام واحد في الحساب المحاسب، وبيقبضوا كام. احنا ممكن نعملها معادلات، هي فعلا ممكن تعمل معادلات، بس في طريقه بقى ده اللي انا جاي احكيها النهارده، وهي ان ان اللي هي البيفت تيبل دي. بص لما نيجي نقف هنا عشان بس اقول لكم، البيفت تيبل دي تمام اسمه جدول محوري. ده من الكلام كده من اولها. نعم محمد. هي بانت من الكلام كده على طول، ان الكلام على حد حته بيفت تيبل كده. ان شاء الله ان شاء الله الموضوع هيبقى كويس باذن الله. بصوا يا شباب، ربنا يبارك لك يا دكتور. البيفت تيبل ده سحر بمعنى سحر، والله ما بكذب. ليه بقى سحر؟ البيفت تيبل حلاوته ان هو بيلخص معادلات كتير في خطوات بسيطه. ده البيفت تيبل ده ما يطلق عليه باسم حاجه اسمها الجداول المحوريه، الجدول المحوري او الجداول المحوريه، بيفت تيبل او بيفت تيبل على حسب الناس بتنطقها ازاي. تمام كده يا شباب؟ فهقول لك بقى احنا بنعمل ايه. احنا عشان نعمل عايزين نعرف مثلا كام عدد محاسب والافرج بتاعهم كام، وال مثلا توتال المرتب بتاعهم كام. هنعمل ايه؟ هنروح مثلا هنعمل مثلا اهي، انا بقول لكم كمعادلات اهو، ونعمل مثلا كاونت اف. كاونت اف احنا خدناها، كاونت اف اهي، تمام. ده عدد اهو، ونسحب المعادلة لتحت كده شوية اهي كده، جاب لي عدد الموظفين. وبعد كده نجيب توتال المرتبات، سم اف اهي، سم اف. سم اف دي انا شرحتها، وكاونت اف دي شرحتها في اول محاضرة. هنيجي المسمى الوظيفي، بعد كده المسمى الوظيفي، بعد كده الكرايتيريا، بعد كده الراتب اهو، ونقفل الكوس ونقول قال لك اهو ده ايه عدد المرتبات، ودي اسمها اجمالي المرتبات. لو تلاحظوا انا خدت وقت شويه قبل ما عملت الموضوع ده، فاهمين؟ تعالوا بقى اوريها لكم بطريقه طلقه. نمسح بس ده كله كده، احنا خدنا وقت في الحته دي. هنقف في دي كده، ونروح دايسين انسرت، ونيجي ندوس في البيفت تيبل. هيقول لي انت عايز النتيجه تطلع في نيو ورك شيت يعني زي دولك كده، ولا في اكزيست. اقول له بقول لك يخليها لي في الاكزيست، خليها لي هنا كده عشان نشوف النتيجه هنا. البيفت تيبل عشان بس اقول لكم بس الحركه اللي انا عملتها، اوريكم بتعمل ازاي. المسمى الوظيفي اهو، بعد كده نحط المسمى الوظيفي هنا، بعد كده فين راتب الموظف، بس كده. شفتوا
انا في لحظات خلصت الموضوع بتاعها. ثواني بس نكبر الكلام كده شوية، بس كده اهو، ونخليه كده في النص. يعني قصدي ايه؟ ان انا في لحظه عملت البيفت تيبل حاجات بسرعه. طب تعالى بقى يا محمد اشرح لنا انت عملت ايه. بصوا يا شباب، لما نيجي نمسح ده كده خالص، ده شكل البيفت تيبل اول ما بيتكريت. تعالى بس كده نمسحه، انا عايز اخليه فوق شويه من اول هنا كده. ندوس كده في اول، يعني ندوس كده في اي حته في الجدول ده، انسرت بيفت تيبل، ونقول له انا عايزه مثلا في هنا، مثلا تطلع لي الناتج يبقى هنا. بص البيفت تيبل هنا لو تلاحظوا مقسوم لاربع مربعات، وفي مربع كبير. المربع الكبير اللي هي فيه بيانات الجدول، بيانات الجدول رقم الموظف، اسم الموظف، المسمى، راتب الموظف، الرقم موبايل اهو، تمام. وفي بقى المربعات الصغيره الكولوم، الكولوم اللي هي دي كولوم اي ام ان او بي، دي كولوم. والرو اللي هي دي 2 3 4، ده اسمه رو او صف. والفاليو اللي هو العمليات الحسابيه، والفلتر دي هقول لكم هنجي لها بعدين. طيب كده يا شباب انتوا معايا؟ اهم حاجه الكلام بيوصل لكم. مع حضرتك. تمام يا دكتور، مع حضرتك. زي الفل. بصوا يا شباب، لما نيجي نسحب المسمى الوظيفي وليكن في الرو، هتلاقيه نزل هنا كده. هو ما اعرفش هو بينزل صغير ليه كده اهو. لما نيجي نسحب المسمى الوظيفي في الرو، لو تلاحظوا نزل كده. في اتنين اداري، يعني تعالوا كده بس نفلتر على كلمه اداري دي كده، عشان ايه نخليهم الاثنين اختلاف في السبيند ولا حاجه. بس كده هنعملها ايه كده، ونعمل بس كده. بصوا يا شباب، لو تلاحظوا انا اول ما خدت بس المسمى الوظيفي هنا لوحده، نزل لي الاسامي او المسمى الوظيفي ده كلهم هنا بدون تكرير، بدون تكرار. لو تلاحظوا بدون تكرار، يعني محاسب مره واحده، مهندس مره واحده، وهكذا، مع ان في اكتر من محاسب، تمام. بعد كده هاجي اقول له مثلا انا عايز اسحب الراتب، الراتب ده احطه فين؟ احطه في الفاليو اللي هي المربع اللي بنعمل فيه القيم الحسابيه. انا اعمل كده، هو اوتوماتيك جمع لي الاجابات. صم اهي، لو حد فاكر صم، صم دي اللي هي ايه يا جماعه؟ مجموع. المجموع صح، اللي هو بيجمع لي المرتبات. طب لو انا قلت له اعمل لي افريج، افريج يعني ايه؟ متوسط. بالظبط. فلما نعمل كده افريج، قال لي بص يا عم محمد اهو، تعالى نقلل دي كده شويه. قال لي افريج افريج الاداري حوالي 2800، وافرج المحاسب 3100، افرج المرتب. طب تعالى اقول لكم على حاجه، تعالوا نسحب الراتب تاني، ركزوا تاني، هنسحب الراتب ده تاني تحت. الراتب ده دلوقتي لو تلاحظوا ان الراتب بقى ليه افرج وبقى ليه مجموع الرواتب، حد خد باله ولا لا؟ ايوه، لكن ما جبلناش الراتب ذات نفسه بتاع الاداري. ما هو بالظبط، ما هو ليه مش هيجيب الاداري؟ لان احنا بنجمع كل المرتبات اللي قدام كلمة إداري. معايا ولا إيه؟ أيوة تمام. طب تعالوا مرة تانية بقى، لو مثلا حطينا مثلا وليكن أنا عايز أعرف عددهم هيبقى كام؟ لو خدنا المسمى الوظيفي، إحنا لما بنيجي نجمع العد بنعدهم إزاي يا جماعة؟ حد فاكر العد ده نعدهم ازاي ولا لا؟ العد كاونت، معادله كاونت اف، كاونت اف. بس احنا هنا مفيش كاونت اف في البيفت تيبل. فبصوا بقى انا اوريكم بقى التريكايه الجميله اللي انا هعملها. لما ناخد المسمى الوظيفي ده تاني، ركزوا تاني هنا، بصوا ايه اللي هيحصل له. قال لي كاونت. خد حد واخد باله من الماوس؟ ايوه دي كاونت. بصوا قال لي ان الاداري، بصوا كده الاداري فيه 9. طب تعالوا والمحاسب فيه 4. تعالوا كده نشوف المحاسب 4. طب الاداري، تسعة. انا قصدي ايه؟
اللي انا عايز اعد عددهم، عدد الموظفين. ممكن بقى دي بقى نكتبها اي حاجه، يعني ممكن دي مثلا مصمم وظيفي نكتب مثلا هنا بمجرد ما تدوس عليه دوستين طوال، يعني الكلمه دي تدوس عليه دبل كليك كده اهو، هيقول لك هو المسمى الوظيفي. هنقول له مثلا ايه عدد الموظفين اهو، وده اجمالي الرواتب، وهنا متوسط راتب كل قسم. هو انت حضرتك بتعمل كليك يمين على الخانة ذات نفسها عشان تغير تغير اسم الخانة يعني؟ بدوس ايه كليك يمين؟ لا ما انا بدوس دبل كليك اهو، اهو دبل كليك، مش كليك يمين خالص. تمام ماشي. اهو اجمالي الرواتب. حد واخد باله من اي حاجه ولا لا؟ يعني تمام يا دكتور، يعني انتوا كده تمام كده صح كده؟ طب تعالوا مثلا ايوه نبص مثلا على حاجه تانية. دلوقتي مثلا ده اللي احنا عملناه. انا دلوقتي بقى لو عايز اعرف القسم الاداري ده مثلا، يعني بصوا لو تلاحظوا بصوا يا شباب هقول لكم على حاجه كويسه جدا. احنا كده تمام. بصوا بقول لكم على حاجه كويسه جدا. دلوقتي لو انا عايز اعرف اجماء كل قسم بيمثل كام في الميه من اجمالي المرتبات. بصوا يا شباب، مش احنا دلوقتي اداري ازن، مش دي كل دي اقسام في الشركه صح ولا غلط؟ الو تمام. ايوه تمام يا باشمهندس. تمام يا دكتور. افتحوا قصدي افتحوا. تمام يا باشمهندس. تمام. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عايز اعرف الاداري ده اجمالي مرتباتهم كام في الميه من توتال الفلوس. بصوا بقى، لو دوسنا كليك يمين ودوسنا شو فاليو از في كولوم وفي رو. نخلينا الاول في الكولوم. قال لي بص بقى يا عم محمد، قال لك ان الاداري ده مستحوذ، مرتبات الاداريين مستحوذه على 45% من اجمالي الشركه. حد واخد باله من اللي انا عملته ده ولا لا؟ تمام قوي. تمام. اجمالي الاداريين، تعال نعمل دي كده تاني. الاداريين مرتباتهم 25000 جنيه تمام، والشركه كلها على بعضيها 56000 جنيه، يعني حوالي النص صح ولا غلط؟ صح. يعني حوالي النص 25000 وده 56000، يعني حوالي النص. فلما ندوس كده كليك يمين هتلاقي في حاجه اسمها شو فاليو از. ده كده عمود، ده كده اسمه عمود. حد خد باله ولا يعني احنا كده متفقين ان ده اسمه عمود تمام كده يا شباب؟ لما نيجي ندوس كليك يمين هنا وشو فاليو از، شو فاليو از فروم كولوم اهو، قال لك ان الاداري ده 45% من اجمالي المرتبات، يعني اكتر ناس بتاخد فلوس في الشركه الاداريين. اللي هم اقل ناس بيشتغلوا. نعم. اللي هم اقل ناس بيشتغلوا، محاسبين مهدور حقهم يعني. يعني ده هي سبحان الله جت كده والله. بص يا شباب ايوه تمام اهي. المحاسبين 22%، 10% ازن، 11% مبرمجين، 4% قانوني، لان فعلا انا فعلا لاحظت الموضوع ده. قسم على طول الليجل او القانوني ده او الاداري، الناس المحامين في الشركه بيبقوا رقمهم قليل قوي، يعني عددهم قليل قوي، هم والمبرمجين والناس دي. الاداريين، المحاسبين، السيلز عددهم كتير. تمام كده يا شباب؟ فاحنا كده عملنا اللقطه دي. طب ما تيجي نعمل لقطه اقولها لكم ازاي. ده مثلا تعالى بقى نبص بقى، بص بقى ركز بقى في الحته دي يا ابو واحد. احنا لما هنجرب الحته دي كده وهندوس كليك يمين شو فاليو از اللي هو فروم كولوم، لو تلاحظ بقى بص بقى ايه اللي حصل. ان المحاسبين اكتر ناس، هي والمبرمجين الافرج سيلز بتاعهم او اقولها لك ازاي، او متوسط دخلهم اعلى متوسط في الشركه عشان العدد. لا خدت انت بالك؟ يعني بص تعالى نرجع كده تاني. الاداريين مهما كانوا كتار بس متوسط مرتبهم 2800. بص المحاسب متوسط مرتبه 3000 وشويه، المبرمج 3300، فاهمني؟
فده برضو مؤشر كويس. طب انتوا كده فهمتوا يا جماعه البيفت تيبل ده بيعمل ازاي ولا لا؟ كويسه جدا. الدنيا كده حلوت شويه. تمام. طب بصوا بقى يا شباب، في قسم الفاليو، نعم حد يتكلم؟ ماشي. في قسم الفاليو ده، قسم الفاليو ده ينفع تعمل فيه حاجات كتير قوي. شفت انت اجمالي المرتبات ده، لو دوست عليها دي كده دوسه بس كليك شمال عادي ودوست فاليو فيلد، دي هتلاقي فيه اكتر من عمليه حسابيه بتحصل. يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك صم اللي هو جمع المرتبات، كاونت اللي هو عد المرتب، عد الناس، مش هيبقى عد المرتبات، هيبقى عد البني ادمين اللي هم 9 دولت. انت لو دوست هنا كاونت بص هتلاقي اجمالي المرتبات ده يبقى 9 اهو، فهمتني؟ فنرجع تاني، في كاونت، في افريج، الافريج دي اللي احنا عاملينها يا جماعه اللي هي متوسط المرتبات. انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. ماشي، خليكم بس معايا، افتحوا بس الميوت ثانيه بس كده يعني نتكلم مع بعض. تمام. الماكس، لو حد يعرف الماكس اللي هي الماكسيمم، لو دوسنا الماكسيمم، لو دوسنا على مرتب الماكس دي هيجيب لي اعلى عدد عامه. لا مش اعلى رقم، هيقول لي اكبر رقم، اكبر واحد بياخد مرتب في فيهم. طب تعالى كده ندوس كده ماكس دي كده. لو تلاحظوا بصوا، اعلى رقم في الاداري بياخد 3958. تعالى كده نبص كده اداري، ندور كده على الاداريين، 3958 3700. لو تلاحظوا هو ده 3958، مفيش حد اعلى منه، صح كده؟ صح. مفيش حد اعلى منه، فده الماكس ودي المينيمم. ماكس ومن ده من اكتر من الحاجات المشهوره يعني. ماكس من برودكت دي بصراحه ما اعرفهاش، كاونت نمبرز دي برده لا، في شويه حاجات انا بصراحه ما اعرفهاش، بس اللي انا اقدر اقولها لك ان هي مليانه عمليات حسابيه بالهبل تقدر تعمل عليها. تمام كده يا شباب، ده الحاجه العبيطه شويه. ايه رايك بقى بواحد بقى نخش بقى في الحاجات الغشيمه شويه دي، الحاجات اللي انت ايه تلاقيك بقى دماغك تعطل فيها كده، ايه رايك؟ البركه على الله. بص يا شباب اهو بس كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اقروا كده قولوا لي كده ايه ده. بص يا شباب عشان يعني اقولها لكم، ده اسمه مجموعة الأهلي التجارية. ركزوا، دي شركة اسمها مجموعة الأهلي التجارية. المجموعة دي بتعمل ايه؟ ليها وكلاء في كل الجهات، في كل الدول العربية، يعني الأهرام التجارية في مصر وسمير وإخوانه في سوريا وهكذا. وبتعمل بقى شوية كميات، والكميات دي الفرز بتاعها جيد جدا ولا جيد ولا ايه، وتاريخ شحنها وتكلفة الشحن وتكلفة البضاعة وتكلفتها النهائية واللي تسدد وتاريخ السداد والتكلفة المتبقية. بص ليلة. بصوا بقى يا شباب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا شباب، الموضوع ده بقى الشيت ده هنطلع منه بكمية داتا وكمية تحليلات رهيبة. حد ممكن يساعدني في أي تحليل منهم؟ أي مع حضرتك ها. طب انا هبتدي، بص انا هبتدي وانتوا بعد كده تكملوا ورايا، خلاص كده؟ ماشي مع حضرتك. طب تمام، انا عايز اعرف كل وكيل بيبيع كميه قد ايه، صح كده؟ انا هنعملها ازاي؟ بص بقى، هنيجي نقف في اي حته في الجدول، اي حته، وندوس كلمه انسرت وكلمه بيفت تيبل. فبيقول لي بقى ايه، انت عايزها في الاكزيستنج ورك شيت، يعني عايزها في ورك شيت محدد ولا نفتح لها ورك شيت تاني؟ اقول له لا افتح لها واحد جديد. خلاص اهو فتح صفحه جديده اهي. خلاص، وهناخد الوكيل، هنحط الوكيل فين؟ ها الرو. بصوا هو ممكن يتحط في الرو وممكن يتحط في الكولوم، بس بص شكل الرو اهو، ده شكل الرو، بينزلوا كلهم تحت بعض. طب تخيل بقى لو احنا شديناهم مثلا في الكولوم، بص هتلاقيهم كده شكلهم مستفز كتير، فهمتني؟ فهنخليه في تمام، وهناخد الكميه ونحطها فين؟ ها في الفاليو. في الفاليو الكميه عشان هي ارقام كلها، فبيقول لي ان الكميه اتقرت ان هي ارقام، فصم هي اتقرت صم لوحدها. هنعمل كده ونخليها
اللي هي تبقى تمام 14000 و18000 و28. طب انا عايز اخلي الاكبر والاصغر، هندوس هنا كليك يمين، هنلاقي في حاجه اسمها سورت. سورت يعني ايه يا جماعه؟ سورت انا مش فاكر سورت يعني ايه. ترتيب، يعني ترتيب. صح، برافو عليك. ترتيب يعني، فهنعمل كده من لارجست سمولست، من اكبر لاصغر اهو. فخلى ان الاكبر 28000 23000 21000 وهكذا. كده انا اللي انا عليا جبته، اللي انا عليا عملت ايه؟ جبت الوكلة مع الكميات. يعني انا كده عرفت ان الوكيل اللي اسمه الباز ده وكيل برنس، الوكيل ده بياخد كتير قوي، ووكيل سمير واخوانه ده وكيل الى حد ما اقلهم، تمام؟ او العملاء بتاعته قليلين. حد ممكن يساعد في اي حاجه تاني؟ ها، ممكن نشوف البلد اللي اتشحن لها اكتر، يعني اللي هي الوجهه في الجدول. جدع، تعالوا نشوف البلد. هنيجي نعمل انسرت بيفت تيبل، وبيقول لي انت عايز تعمل نيو ورك شيت. لا، ما انا عندي بقى ورك شيت اهو. هنقول له اكزيست اهو، في الاكزيست اهو، وندوس على دي، ونروح جايين هنا كده، ونقول له مثلا حطها لي هنا مثلا، او هنا، هنا كده مثلا، هنا كده. هنجيب البلد، الواجهه، وهنجيب الكميه، ونعمل كليك يمين، سورت، ترتيب من اكبر لاصغر. كده احنا عرفنا ان مصر اكبر دوله بتصدر ليها عدد كميات، والكويت اقل دوله بيتصدر ليها عدد كميات. حد ممكن يساعدنا تاني؟ بصوا كده على الشيت ده كده، قولوا لي. ها، ممكن نعمل تكلفه البضائع؟ تكلفه البضاعه، تكلفه البضاعه اللي هي ايه مثلا؟ قولي لي كده، يعني نربطها بايه؟ نعمل لها ايه؟ طب انا عندي انا فكره حلوه. المسدد والمسدد والنوع على حسب ايه يا دكتور؟ الله عليك، الله عليك. المسدد والتكلفه المتبقيه، حلوه دي. هو ده انا كنت عايز اقوله. الحته دي مع دي، الراجل ده سدد الفلوس بتاعته، اتبقى عليه ايه؟ هو ده، دي حلوه قوي، دي حلوه جدا جدا الحته دي. بصوا لو تلاحظوا التكلفه النهائيه 11790، هو الراجل دفع منها 10000، اتبقى عليه 1741. تعالوا بقى نعملها، ندوس انسرت بيفت تيبل، ونروح عاملين اكزيست، ونعملها هنا كده، ونروح جايين حاطينها هنا كده مثلا، هنا. صغر دي كده شويه، ونجيب الوكيل نحطه هنا، ونجيب التكلفة النهائية ونحطها هنا كده، ونجيب المسدد ونحطه هنا، ونجيب التكلفة المتبقية ونحطها هنا. بصوا تلات عمدان بأرقام مختلفة، ونعملها اللي هي سيمي كولوم دي كده، اللي هي كوما قصدي، كده بالظبط. لو تلاحظوا ايه بقى؟ لو تلاحظوا، تعالوا نخلي كده أكبر حاجة هنا كده على حسب ده. لو تلاحظوا الباز التكلفة بتاعته كلها 388000، دفع منها 299، والتكلفة المتبقية بتاعته فاضل 89000 جنيه. فاهمين؟ احنا هنا كمان ممكن ندخل الحتة اللي حضرتك قلتها بتاعت النسبة، ان نسبة المسدد قد ايه ونسبة المتبقية. كويس كويس كويس، حلوة دي، حلو ده. يبقى نجيب ايه بقى؟ المسدد من تكلفة المسدد، التكلفة النهائية. لا مش هتيجي ازاي بقى؟ بص بقى هقول لك. لا هتبقى كده ازاي؟ بص بقى، في بقى حاجه بقى بتبقى حلوه قوي، ان المسدد ده اللي هو هيبقى ايه؟ اللي هو هيكون اف 4 على اي 4 اللي تسدد منه 77%. ماشي. بصوا يا شباب، في بقى حاجة بقى حلوة قوي كده كده في الإكسل، اسمها إيه بقى؟ نعمل بس كده هايد، نعمل هايد فلوتينج كنترول. بصوا يا شباب، في بقى حاجة بقى في الإكسل حلوة قوي اسمها فيلد أيتم. فيلد أيتم ده أنت ممكن تعمل معادلة جوه البيفت تيبل ما تكونش ظاهرة في الشيت من هنا، ما تكونش ظاهرة هنا. فاهميني ولا لأ؟ أه تمام. اه تمام تمام. بصوا يا شباب، اهو هنا كده لما تيجي تقف
هنا كده مش هتلاقي اي حاجه. هنا لما تيجي تقف في البيفوت تيبل هيظهر لك حاجتين اهي، بيفوت تيبل اناليسيس دي او انالايز دي، هتلاقي في حاجه اسمها فيلد ايتمز، هنروح دايسين عليها، نروح دايسين على كالكوليتد فيلد. تمام، الفيلد ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه نسبه المسدد، نسبه المسدد للتكلفه من التكلفه النهائيه، صح كده؟ تمام. تعال بقى في الفورمولا اللي هي ايه؟ المعادله، المعادله. هنروح قايلين له ايه؟ هنقول له بقى ان المسدد، ندوس عليه مرتين. لا طب تعالوا نمسح دي كده وندوس يساوي. المسدد هي ايه مالها؟ هي مالها بتيجي بالكده ليه كده؟ اهو نساوي insert field المسدد على ده كان بالعربي، معلش معلش انا اسف انا اسف، الكلام كان بالعربي. هنمسح كل ده، هيبقى بيساوي المسدد برضو، انا اسف بقى، على التكلفة النهائية. هي ممكن على فكرة تطلع نتيجة على فكرة، بس هي بس الكلام مش مظبوط. تمام، عشان بس هو بالعربي، وندوس اوكي. نسبة، طب تعالى بقى نقف عليها كده ونعملها بعلامة دي كده. ايوه خدت بالكو؟ بصوا بقى ونقف دي كده، ممكن بقى ناخد بقى المسدد ده كده ونحطه بعد التكلفة المتبقية. امال ايه الوحدات؟ معلش ده يا دكتور، هو انا ابتدي وانا كده اخر حاجه كده، قول لي بقى. لا انا ولا اتفضل يا ابو واحد قول لي. هو معلش ادت وحدات كده، وبعد كده لما حضرتك اكتفت السلايه ديت ظهرت النسبه، ده أيوة عادي يعني ولا؟ بص يا ابو واحد تعالى، هي كانت وحدات. بص يا ابو واحد، مش احنا قلنا في اول محاضره خالص ان الخلايا انت بتحط لها زي حدود، او بتعمل لها زي ديفاين يعني اللي هو بتعرفها بشكل مختلف. يعني مش احنا قلنا ان دي علامه البرسنتج ده كده واحد، تمام؟ لما اجي ادوس علامه البرسنتج دي بيظهر لي ان ده 77%، ان دي الخليه دي خليه نسبه مئويه، بس هو البيفت تيبل ما كانش فاهمها. فاهمني؟ لما نيجي نعلم عليهم كلهم كده ونعمل كده هتلاقيهم ظهروا كده النسب المئويه بتاعتهم. تمام، وهناخد بقى التكنيك. طب ممكن بقى نظبطها دي كده ونسحبها لتحت كده. هيبقى بقى ايه بقى؟ بصوا يا شباب بقى الحته الجميله بتاعتنا دي، هيبقى التكلفه النهائيه اللي تسدد منها كام، ونسبه التسديد من ده نسبه التسديد قد ايه، واللي فاضل قد ايه. حلو ده يا جماعه، حلو قوي على فكره. بقول لكم ايه؟ الو حضرتك، عايزين بقى حته بقى كده بنت ناس، زي مثلا ايه، ندخل كذا حاجه في كذا حته، ايه رايكم؟ تمام يعني. تمام، بصوا بقى يا شباب هقول لكم بقى على حاجه حلوه جدا، احنا هنغوص في قلب التيبل. بس بقول لك ايه، ما قلت لك يا عبد واحد، قلت لك دي التيبل ده هتخلي دماغك تعطل، هتخلي الدماغ والله العظيم تقعد تفكر كتير قوي. ربنا يبارك لك مع حضرتك. على فكره يا عبد واحد، بس عايز اوصل لك حاجه، انا بتيجي عليا وقت حرفيا من كتر تحليل البيانات. على فكره صح يا جماعه، انا نسيت اقول لكم، انا شغال داتا اناليست، انا شغال محلل بيانات، فمن كتر تحليل البيانات انا فعلا دماغي ساعات بتقفل والله. انا اول مصحف الشريف، انا امبارح كنت راجع نايم، مش قادر اتكلم، مش قادر اعمل اي حاجه، كنت تعبان من كتر. طب يا دكتور ممكن سؤال بمناسبه التخصص؟ اتفضل. احنا الفتره دي بندرس كورس اسمه باور بي اي، ده مش ده بيفرق معانا شويه في تحليل البيانات؟ بعشق الباور بي اي، يعني هيفرق معانا في الحته دي جدا. زي الفل، جزاك الله كل خير. بصوا يا شباب باور بي اي، على فكره صح، انا عاجل الباور بي اي، يعني انا حفظته خلاص الباور بي اي. بصوا يا شباب، انا المحلل البيانات خلاص استاذ بقى كده مع الاستاذ محمد ان شاء الله الكورس اللي جاي باور بي اي. خلاص استاذ بقى انا عاجل من واحد، ان انا فعلا احاول ان اقول لهم في جامعه رساله، على فكره انا مع جامعه رساله، ربنا يبارك لك. انا مع جامعه رساله، احنا بناخده في رساله فيصل، بس الحضور اوف لاين. ربنا يجعلهم زي الحسنات. لا ده انا اقول لك على حاجه، طب اقول لك على حاجه بدوي، ان شاء الله هعمله اون لاين،
عشان كده استفيد. بص بقول لك ايه، على فكره هو اول ربنا يبارك اول اتنين معاك انا ومحمد ابو واحد. يا شباب ثانيه ثانيه اهو يا شباب، استنوا ده والله، استنوا استنوا لحظه، استنوا كده. هتغير اسم الكورس ولا ايه ده؟ لا 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 استنى استنى اهو يا شباب اهو، ثانيه لحظه. مع حضرتك، مع حضرتك. اهو يا شباب انا عامل فيديو، عامل فيديو من ثلاث ايام اهو، شايفين كده دي؟ الو تمام يا دكتور، شايفين؟ انا اسمي استرشاكي. الله ينور يا هندسه اهو، وعامل شرح اهو للباور بي اي، وان شاء الله منزل حاجات تانية للباور بي اي. انا لسه عامل له داونلود الفيديو ده دكتور على فكره. اه ان شاء الله انزل لكم فيديوهات تاني ان شاء الله. يعني بصوا انا بصوا ال اسمه ايه، دي القناه بتاعتي، القناه دي اسمها استرشاجي. القناه دي يعني كل حاجه انا بشرحها بتبقى عليها. انا بعشق الاكسل والباور بي اي والكلام ده، فعلا فعلا هتفيد الباور بي اي يا جماعه. فان شاء الله ان شاء الله انزل لكم حاجات تانية. هي كده كده اترفعت على اليوتيوب، بس انا بس لسه هعمل لها ببلش بس مش اكتر. معلش بقى طلعت حياتك بره المحاضره، بس انا حياتك كنت تخصص فوق. اقسم بالله ده انا مبسوط جدا. الله يبارك، الله يبارك. بصوا بقى يا شباب بقى، بصوا بقى تعالوا بقى حته نعمل لقطه بقى حلوه جديده بقى. انا عايز ادخل بصوا يا شباب، انا عايز ادخل النوع مع الكميات مع الوكيل. بصوا هنعملها ازاي. بصوا احنا عندنا دلوقتي هنعمل انسرت بار بيفت تيبل ونحطها هنا، تمام؟ هنا كده. وانتوا سامعيني صح؟ الوكيل اهو، سامعين حضرتك يا دكتور؟ الوكيل اهو والكميات اهي، تمام؟ ونحط بقى النوع هنا بقى في الكولوم بقى. فهمتوا بقى اللي حصل؟ ان بيقول لك بقى ايه، ان شركه دياز دي عملت ست، بص تعالى بس ان كان نخليهم كده كوما، ان شركه دياز دي عملت 6600 جيد و5000 جيد جدا و2 ممتاز. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ان هو بيظبط وبيصنف لك كل حاجه. انتوا فاهمين؟ دي فايده الكولوم. طب الفلتر بقى ايه فايدته؟ لو انت جبت الكول النوع ده هنا كده هتلاقي، بصوا لا احنا بس عايزين نسحب البتاع ده كده لتحت شويه كده، يعني نسحب بتاع دي كده لتحت شويه كده. لما نيجي نسحب النوع ده نخليه هنا كده، هتلاقي النوع بقى فلتر. ممكن بقى تفلتر على جيد جدا بس، جيد بس، هتلاقي الارقام اختلفت تقريبا لوحدهم. تمام، جيد دي جيد جدا دي لوحدها. لو انت بقى عايز تسلكت بقى ايه جيد جدا مع جيد، يطلع لك التوتال بتاعهم وهكذا. لو اللينك قفل خشوا عليه تاني. فاهمين يا جماعه؟ فانا بقول لكم ايه، تمام، الفلتر دي اللي هي تقعد تفلتر على حاجه من هنا، لكن لو نقلتهم هنا كده في الكولوم هتلاقيهم اتفردوا كده. انتوا كده شباب، تمام كده يا شباب ولا ايه؟ تمام 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 قوي. ماشي، اللقطه اللي جايه بقى هندخل معاهم تاريخ، واقول لكم التاريخ ده بيعمل ايه. بس هو اللينك خلاص، يعني اللينك ده باين عليه يعني هيقع دلوقتي. ممكن نستارت بعد اللينك ما يقفل؟ طبعا طبعا، اول ما اللينك يقفل افتحه تاني. وانا بقول اهو، وهنروح فاتحين دي كده. بصوا يا شباب احنا بقى، انتوا كده شايفين صح كده؟ خلينا في الجدول الصغنون ده، تمام؟ فعايزين نحط بقى التاريخ. نيجي كده بقى نشوف التواريخ، نجيب بقى اي تاريخ بقى. تاريخ الشحن. بصوا بقى يا شباب، لما هنيجي نحط تاريخ الشحن هنحطه فين؟ تتوقع نحط تاريخ الشحن فين؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. انتوا معايا كده سامعيني ولا لا؟ لسه داخل بس هتلاقيني. انت مع حضرتك؟ مع حضرتك. سامعيني يا دكتور. بصوا يا شباب، لو فين استنى طيب الشحن، بص ايه كده نشوف لو حطينا تاريخ الشحن هنا كده، بصوا اللي هيحصل. شكل يا
مش مقبول خالص يعني. بص لا ما انا هقول لك بقى اللي بيحصل بقى. بص يقول لك في 3 يناير واحد، لا في 1/3 ياز عمل كذا والشام عمل كذا ومعرفش عروان عمل كذا. بص ليه ده، بس اقول لك بقى عشان تظبطها بقى تظبطها ازاي. بص هنيجي هنا عند ديزاين وهنيجي عند ريبورت لي اوت. شايفين الشكل ده اللي هو الشو ده، هندوس عليه كده تمام كده يا شباب. وهنيجي برده هنا كده برده في الشو دي ونخلي دي ريبيت بحيث ان الشهر ده كده. ونيجي بقى عند السب توتال نشيل السب توتال، الشكل كده شيك قوي. بص بقى بيقول لك ايه بقى يا عم حاج، بيقول لك ايه ده كده شهر يناير كله. 3 يناير 3 يناير اهو، او ده كده اه 3 يناير اه 3 1 اه. شركه دياز عملت 559 جيد، وشركه العلوان عملت 1839 جيد، وشركه الشام عملت. فاهمين يا جماعه انا عملته ده ولا لا؟ اه تمام. انتوا بجد والله انتوا معايا ولا عيد من الاول يعني؟ انتوا كويسين يعني؟ ممكن بس بعد اذن حضرتك الحته بتاعت جيد وجيد جدا اللي هو التاريخ. كم واحده جيد التاريخ؟ اه طب انا هشيل التاريخ تاني اهو، احنا نشيل التاريخ اهو، احنا كده لسه زي ما احنا كده كده. انت لحد هنا انت كويسه؟ ايوه تمام تمام. هنحط تاريخ الشحن مثلا هنا كده. ايه اللي حصل؟ قال لي بص بقى يا عم الحاج، قال لي ان في يوم 3 يناير حصلت المعاملات دي شويه دول، وفي يوم 5 يناير حصل كده، وفي يوم 6 يناير حصل كل الاثنين دولت، الفيوم الاهليه والكهروان. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ دي قصدي دي تفاصيل التفاصيل. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ ايوه معاك يا هندسه، معاك. ايه رايكم احنا عملناه بالشكل ده؟ لو تلاحظوا يقول لك ايه، في هنا دايز ومانثز وتاريخ الشحن وكده. انا اللي انا عايزه اشيل الداي، الداي دي رخمه، ان الداي بتخليك تخش في التفاصيل التفاصيل. فاهمين قصدي ايه؟ فانا هشيل الداي دي كده، هدوس عليها كده واسحبها لفوق كده، كده اتشالت. حتى لو تلاحظوا بتلاقيها بيتحط عليها علامه ديليت، حد واخد باله من علامه الديليت اللي تحت كلمه تاريخ الشحن؟ علامه الاكس اهي، الماوس يا جماعه، الماوس بتاعي اهو في علامه اكس كده تحت كلمه تاريخ الشحن. شايفينها ولا لا؟ الو تمام تمام يا دكتور تمام. بصوا يا شباب، طب اقول لك على حاجه، تدوس عليها كده ودوس كلمه ريموف فيلد، ريموف فيلد اهي. لما انا شلت التاريخ بتاع الشحن وهشيل برضو تاريخ الشحن كده اللي هو دوس عليه كده على العلامه دي كده ودوس ريموف فيل، ايه اللي حصل؟ قال لي اهو بقى دي كده الشهور، شهر يناير كل ده، شهر فبراير كل ده، شهر مارس ابريل مايو وهكذا. فاهمين قصدي؟ ان كده بقت احسن تمام يعني، جاب لك التصنيف بالشهور. طب ايه رايك بقى لو احنا حطينا التاريخ الشحن ده في النوع كده هنا كده؟ بص ايه اللي هيحصل، بصوا بقى اللي حصل. يناير يناير اهي، دي يناير جيد وجيد جدا وممتاز. الاهرام عملت في يناير 356، فبراير اهي. فاهمين ولا لا يا شباب؟ اه تمام. فممكن بقى تعملها لاما هنا كده هنا كده او هنا كده، انت ودماغك، بس انا افضل دي. هي هنا بتبين الـ 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 المده قد ايه واللي اتشحن خلالها قد ايه يعني، كل من كل نوع في الطريقه اللي حضرتك عارضها دلوقتي. تعمل بقى لقطه حلوه جدا، ممكن تعمل حاجه اسمها جروب، تدوس كده الجروب ده يا جماعه بيحصل في الشهور بس، في الشهور بس، في الشهور والسنين والتاريخ بس عموما. لو دوست كليك يمين على كلمه على كلمه اي كلمه يعني باي شهر هنا، ودوست على كلمه جروب، يقول لك انت عايز تعمل جروب بايه. ممكن حد يشرح لي اللي مكتوب ده؟ حد يعني ممكن حد يقول لي ايه اللي مكتوب في الجدول ده؟
انت عايز تعمل جروب بالايام والشهور ولا بالربع السنوي اللي هو الكوارتر ولا بالسنه كامله؟ صح كده؟ صح كده، الله ينور عليك. فانا اقول له مثلا عايز اعملها مثلا بالشهور، او ممكن اعملها بالربع سنوي، ربع سنوي مع شهر، يعني ربع سنوي مع شهر. وممكن كمان تبتدي بقى التاريخ بتاعك من امتى لامتى، يعني انت عايزه مثلا تمام. من امتى ولا امتى، فهمتني؟ ده كده انا عايز اعمله بالمنث والكوارتر. لو دوست اوكي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي زاد معاك كوارتر اهو، فاهم ولا يعني فاهمين يا جماعه؟ تمام. ولو قفلنا دي كده تلاقيها بتقفل كوارتر 1 كوارتر 2 كوارتر 3. لو دوست على كوارتر 1 دي اللي علامه الزائد دي كده، هتلاقيها فتحت لي كل كوارتر 1، اللي هو كوارتر 1 الربع الاول في السنه يا جماعه، اللي هو يناير فبراير مارس، والربع الثاني اللي هو ابريل مايو يونيو وهكذا. ايه رايكم يا شباب؟ لا جميله، جميله قوي كمان دي. لو بيانات كتير قوي لو بيانات كتير قوي بتخدمنا قوي يا جماعه. البيبي تيبل ده الجروب دي ازاي؟ معلش يا دكتور تاني، معلش تعالى نعملها تاني. انا اسف، معلش. يلا بينا. بص يا بص اهو، لما نيجي نجيب تاريخ الشحن كده اهو، معلش يا ريس، هتلاقي فيه الشهور بتاعته. او يا عم نشيل الشهر اهو كده، ده التاريخ بتاعه، دي التواريخ، دي التاريخ فعلا على فكره. يعني دي انت لما تيجي تبص هنا مش هتلاقي يناير ولا فبراير، هتلاقي 21 3 3 2 وهكذا، يعني مفيش يناير ولا فبراير، فاهمين قصدي؟ هنيجي هنا كده، دوس كليك يمين جروب. انت عايز تعملها بالمنس ولا الكوارتر ولا باليوم؟ انا خليها مثلا بالمنس والكوارتر، او نخلي الكوارتر وخلاص وندوس اوكي. بص قال لك كوارتر 1 كوارتر 2 كوارتر 3. ولو دوسنا على كوارتر 1 دي كده كده هتلاقي عملت كولابس او قفلت كده وكده. ايه رايكم يا شباب؟ جميل. تمام يا دكتور، الله يبارك في حضرتك. تمام شباب، سامعني؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. كويس جدا يا عم. انا خلصت، انا كده خلصت المحاضره. وسايب لكم الله يبارك في حضرتك. ده شيت حضرتك وسام، ده سايبه تقعدوا بقى تبدعوا فيه. ده هيبقى بيفت تيبل، هيبقى البيفت وده كده شيت المخازن اللي انتوا هتقعدوا بقى. ده الهوم ورك بتاعكم، مش هوم ورك يعني، اقعدوا بقى انتوا دي داتا اهي، طلعوا عليها بقى الشغل كله، كم مخزن باع كم منتج، وكم مخزن باع كم قطعه، وكم مخزن باع كم قيمه، وده رقم البيع، ورقم البياع بيبيع في انهي مخزن وهكذا. وانتوا بس كده. ايوه استاذنا، في حاجه. ربنا يبارك لك يا دكتور. اتفضل اتفضل يا جماعه. في حاجه هتبقى في يعني في المحاضرات ليها علاقه بالجرافز والسكاترز وكده. المحاضره الاخيره بس كده. جدع 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 جدع، لازم تتابع كويس. بص يا شباب، المحاضره الاولى احنا شرحنا فيها الهوم تاب وشويه معادلات كده من المعادلات الاساسيه. المحاضره الثانيه شرحنا فيها اف وفي لوك اب وشويه حاجات. المحاضره الثالثه البيفت تيبل. المحاضره الرابعه هاو تو ميك ريبورت وازاي تعمل جراف. تمام كده يا شباب؟ ما تلاقوش. تمام. الجراف ده اللي انتوا تقدروا تعملوا رسوم بيانيه او تشارت، اللي هي اسمها تشارت او رسم بياني. بس كده يا شباب. وعلى فكره صح شباب، نسيت اقول لكم، الرسم البياني هيبقى برضو على الداتا دي، هيبقى على الداتا دي والداتا دي. يعني انا الاسبوع الجاي هتلاقوني جاي بكلمكم على مجموعه الاهلي والمخازن، فانتوا لو تعرفوا تشتغلوا عليها اشتغلوا عليها عشان تبقوا جايين جاهزين. بس تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. بس كده. جزاك الله خير يا استاذ. وحضرتك هتبعت لنا الشيت يا دكتور؟ اه طبعا دلوقتي حالا. ربنا يبارك لك يا دكتور. حبيبي. بس كده يا شباب، انا كده ربنا يبارك، انا كده خلصت. وان شاء الله ان شاء الله، يعني انا مبسوط والله انا اتعاملت معاكم، وان شاء الله ان شاء الله. ايوه محاضره مهمه جدا يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك وجعلك تاني احسن ان شاء الله. حبيبي والله. على فكره صح يا جماعه، المحاضره الجايه دي المحاضره الاخيره، فخلاص كده. ماشي يا شباب؟ تمام. شكرا، باي باي. في حياتك، جزاك الله كل خير. شكرا حضرتك يا دكتور. مع السلامه. شكرا جدا يا هندسه.